الأمور وكل شيء ونحاول نتقرب لك، بس في أبو سحلول هذا مو مخلي أحد مجال. والله ما نجتمع إلا في التريقة ولا الضحك كله نفسي يكون فيه يعني. أنت طيبة ورقوقة وكل شيء، بس هذا ما أخذ كل شيء يعني. ما يصير أنت تأكل فطير وتطير، أعطي فرصة ومجال للآخرين يا أخي، عيب يا راجل، أطلع برا. لا 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 سيريسلي للأمانة، للأمانة يعني أنت بنت قدعة قوي. شوف أنا ما أحب أمدح أحد يعني كثير، أوكي يعني حتى مرة آية لما غنت كويس قلت لها قالت أنت غريبة أول مرة تمدح، فأنا يعني ما أحب أمدح كثير، بس في أشياء ممكن تخلي الواحد يخجل من نفسه. الحاجة الوحيدة اللي تخليني مثلا يعني عن جد لما أقول لك أنا أحبك أو أعزك أكون صادق عن جد، أنه أنت ما تزعلي من أي شيء يعني، ما أدري على قد ما استفزك عمرك ما زلت نادي ليه، بس فهذه ميزة حلوة من جد خلتك. للإعلان على الـNBC الفضائية اللبنانية يمكنك بالاتصال بروتانا للخدمات الإعلانية على الأرقام التالية. تدفع عمرها لتسمع كلمة أمي، يفعل المستحيل يصبح أبا. الأقم الأسباب النفسية، الأقم الأسباب العضوية، الأقم العلاج، التلقيح، الانتظار والقدر. الأقم ولدي أحمر بالخط العريض. أحمر بالخط العريض مع مالك مكتبي، الأربعاء 9:30 المساء بتوقيت السعودية على الـNBC الفضائي اللبناني. 12 طالب بتحدي جديد بالبرايم التاسع، كل مشترك يملك شيء بميزه عن غيره. الوقت عم يمرق، التقدم واضح، ويوم بعد يوم المنافسة بتقوى. بس ما اصلا تلميذي كتير شاطرة وصوتها كتير حلو، وكل مرة بتطلع على المسرح فظيعة بتستاهل ستار اكاديمي 6 بالبرايم التاسع، الجمعة 9:30 المساء بتوقيت السعودية على الـNBC الفضائية اللبنانية. هذا البرنامج برعاية بيبسي. حيلك لا عن جد انا احبك، لا لا انا احبك. دورك دورك احكي عني. لا لا ها انا ما احبكيش، صار لي ساعة قاعد اتبنى لما زورك يجي، لما زورك يجي. لا انت ماسكه الكلام بتاعك. لا باقي حاجه، بس باقي حاجه بليز. وبعدين انت يعني قد ما كنا نحاول نقرب لك كثير يعني، احنا كنا نجتمع على حاجات حلوه وضحك وفرفشه يعني كويس، وما اشتكيتينيش زي بعض الناس يعني، زي بعض الناس. هذا اول. ثانيا فوق ما انت مشغوله عنا او في احد شاغلك يعني، في احد شاغلك مو مخلي مجال للاخرين. اوكي جاء بعد معاك كلب صغير يعني تو ماتش كذا تو ماتش. واحب اهدي اغنيه ست الحبايب يا حبيبي لهم في هذا البرنامج. باء باء بهاء بهاء يلا I don't okay I really I have a lot of feelings inside my head but I can't get them out on words and you know that I'm horrible at that. I suck at showing emotions. I push people away when I care about them. And I push you away the most from everyone here, which means I care about you the most. I push you away a bit too much, I know, but I don't mean to. You're the closest person to me because you're the only person that copes with me. That no matter what I do, no matter how horrible I am, you're right there behind me. No matter what happens to me, you're right there behind me. You're my closest friend here, you know that. I could go on for hours talking about what you mean to me, but I'm not going to because everyone's going to get bored.
I love spending time with you. I feel relaxed and you make me laugh even though you're so not funny. And you know that. But you make me laugh so much. And I like spending time with you. And honestly, I really don't know what I would do if you weren't here. I don't know what I would do without you. And it doesn't matter. And I love you. Thank you. طشتوا العزوز؟ لا عزوز اخر واحد. لا لا بليز بليز احكوا بسرعه انا وصلني جامع. نرجع نقول اللي ما يبي يطلع يعني. يعني نحن بدنا نحكي عنكم. شنو؟ لا ناطرين مشان اعطيكم رايكم. يا زلمه لا خلص انا هلا قاعده تغريني. طيب ابراهيم يلا. جود نايت. الله معك. لا بس برنشي بس مداخله بسيطه. بس اذا بضايقك انسي اني تكلمت. بقى يعني اذا بنقعد كذا ان شاء الله بيجي البرايم واحنا لسه ما خلصنا. والله يلا خلص خلص. اي محمد بعدين انت قال بالبلوزه ليش؟ ما ابي اطول. انا اكرهك والعنب والساعه اللي شفتك فيها. اي لانك خذيت لارا منه بصراحه واحنا وايد نحب لارا بس ما نشوفها الا لما تكون بروحها. او ايش تحسون فيه؟ المهم خلنا نتكلم انطام وانا احب خلنا نتكلم تكفى خلنا نتكلم خلنا نمسك الورده يعني خلنا نتكلم تفضل اخوي باش حبيبي صديقي عزيزي علاقه بالضبط يعني هذا الكلام يعني اذا بقوله إذا بقول هالكلمات عزيزي حبيبي عزيزي حبيبي صديقي علاقة أربع كلمات إذا بقولهم من قلبي يعني راح أقولهم حق محمد باش يعني أكيد. أنت لما يدورك. أنا جد يعني باش أحبه وأعزه وأحترمه وايد. تحبه؟ بس مو دائما يعني. أوقات صباح. لا محمد باش يعني من الناس اللي أنا نفس الكلام قلت حق ميشيل إذا بدور صاحب راح ادور على محمد باش. جد عبد العزيز يلا يلا ها بس عبد العزيز سيريس 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 قالوا لك جاي من مسرح مشي الجبر اكثر واحد سيريس هنا تتكلم عن رحم والده امك باش انت صديقي الصدوق من قبل طبعا تعرف يعني من زمان صح انه لارا اخذتك منه برضو بس انت رجل يعني صاحبه تظهر وقت الشدائد اعتقد انه يعني ما صار شيء يعني يذكر بس انه اللي يخلي الواحد انه يعني يستمتع بالجلسه معك انه طيبه القلب العفويه ما ادري اذا كان في خبث من تحت لتحت الله اعلم بس اللي قاعد اشوفه انك انت رجل كويس وتحب المصلحه العامه يعني للجميع يعني استشفيت هذا الشيء لما كنت ديليجيه في البدايه ما كنت تحب نفسك ولما اتكلم معك توطي عيونك في الارض لاني لسه ما خلصت كلامي والمفروض تكون محرج مو عينك قويه وقاعد المفروض تكون محرج ما يصير المفروض تكون مستحي قاعد امدح فيه استحي يا اخي يا راجل وبعدين شوف مسكين يا للنوم لا بكل صراحه انت رجل كويس ومثل ما يقولوا اخو صاحبه يعني هذا كلامنا احنا الرجال بيب عليك وعلى عيشتك اوكي بس انه صح يمكن مرات تزرقل يعني ما عمري شفته تزرقل نفس ما تزرقلنا امبارح واعتقد انه ما فيها شيء يعني الا كانك زعلان يعني ان شاء الله استفدنا من الزرقل زعلان انت؟ استفدنا من الزرقل استفدنا الحمد لله ان شاء الله ما نفوت في الحيط يا رب. بس يا صاحبي يعني انت رجل تنحط على الجرح يبره وتنحط على اليمنى مثل ما نقول وارجع اقول يعني خل ناخذ شوي على لارا مو بكلش انت قاعد يعني انت وبيكسي تو ماتش يا مان تفضل حتى احنا نبغى نسولف يا اخي محمد باش انا هدي لبيكسي ومحمد دي اوف محمد باش يعني في عنا يوم الاسبوع مش هعبرهم احنا برضو يا لارا لا انا بقول مش هعبرهم عشان عبرهم يلا يلا قول صرت بلبس الالوان اللي بتحبيها روح وايت لايك يور اظافر محمد يا مان بس بوس بالعرب الله يخليك فانت كيفيه محمد تعرفني اني تعرف معزتك عندي شنو من غير ما نقول لك ومن غير ما نقول لك ما اللي قاله لك توا كله صحيح وكما قال معناتها
سورتو كي شادي ديليغي معناتها ظهرت تحب مصلحة الجميع. ما مانيش باش نحكي على مصلحة الجميع، مانيش باش نحكي على حتى شي، باش نحكي على محمد باش، علاقتي مع محمد باش معناتها بيرسونيلي يعني. تعرفني نحبك، واكثر واحد اول واحد ارتحت له معناتها في لبنان اول ما جيت على لبنان في الكاستينج هو محمد باش. واول واحد سألنا عليه نادر قال لي سافا كيفاش تعديت من الكاستينج، قلت له كان دخلت الستار اكاديمي ان شاء الله فما شخص تعرض لي اسمه محمد باش، قال لي ايه نعرف محمد باش، قلت ان شاء الله دخل معاه خاطر ارتحت له. صحيح في الاكاديمية ما نكذبش عليك تبدلت على الشخص اللي نعرفه في اللي عرفته تبدلت، هذا ما يمنع لي اني مازلت نحبك، اما ان شاء الله ترجع للشخص اللي نعرفه واللي عرفته في الاكاديمي من قبل الاكاديمي ان شاء الله. اما اما كيف قلت لك هذا ما يمنع لي ان شاء الله ترجع ان شاء الله باللي حتى تتبدل باللي حتى تتبدل والقدره اللي تتبدل بها. نقول لك اللي انت معناتها مع انسان حبوب وبالرسمي معناتها ماذا بيه نقعد حتى الغدا صباح نقعد نحكي معك، ما لازمنا نعدي فوق السطوح. ما تعرفك انت ماستك غالي برشا في قلبي بس هكا وانت كيما اخويا بالضبط. يلا باش محمد انا بديش اطول بدعتك يا من الاخير ان انت هون اخونا الكبير وإذا أنا بدي أركن على واحد يعني منا بركن عليك أنا أو بسلمك مهمة كبيرة لأنك أنت قد ودود، ولو بإيدي أنا يعني لو يعني بإيدي أنا إني بدي أعطي حدا ستار بعطيك إياها أنت لأنك أنت العقل الكبير فينا وإحنا ما كنا منحبك أخوي أخوي هاي يقولها طبعا يا عيال اي احد يحب اقول خلصنا وكتير بحب شخصيتك كتير بحبها وتعرف ان احنا كتير حابة صداقتنا وتعرف ان لما بتضايق من شي ما بلقى غيرك احكي معهم رغم في الاخير ما بطلع في شي بس انه برتاح بس احكي معك كتير كتير برتاح بس احكي معك وانت اخويا وصديقي وكتير كتير كتير بحبك وبحب وجودك بالاكاديمي وبتستاهل تكون احسن واحد في الدنيا. نحب نهدي محمد باشا أغنية لا برتاح في ليلة ولا بنسك ولا ارتد في حالي ولو عمري بعشق قل لي هواك بحبك وما ما خلصتوا مين شاد يبغى من الساعة أنا ما رح أحكي عن مزاياك أنت إنه مش كتير بعرف عنك ولا عن تصرفاتك بس قلت لك مرة قبل إنه أنا كتير بحبك لأسباب رح أقولهم هلأ إنه بشوف كتير فيك من شخصيتي. أولاً إنك كتير جدي ومثل ما قالوا عن قصة الدقيقة أول جمعة أول إنسان وثقنا فيه بالأكاديمية وأنا هالشي قلته وقت صوتت لك إنه عد المسؤولية وبتحمل المسؤولية. تاني شيء انك انسان رومانسي. نعم عم تقول انا بحب رومانسي. طيب ما انا عم بقول لانه بعرف هالشيء فيه يعني. انك انسان كلمه منه صغيره انا بعده انه انت رومانسي انا كثير بحب هذا الشيء بالشاب. ايه وانا بحب يعني بحب هالشيء اللي فيك لانه قليل الشباب اللي عندهم اياه هالشغله. بعتقد انك بس تحب البنت تعطيها اكثر ما اكثر ما هي بتستحق وانا بحبها اكثر ما بتستحق مش لانه يعني
للأسف فهمك أكثر إنه بتحب تعطيها.